ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده كل اعاده فائفه خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين، يعني بعد رفض النظام العسكري الجزائري دخول الطائره خطوط الملكيه المغربيه الى الاراضي ديالهم وحرمان المنتخب المحلي اقل من 23 سنه في المشاركه في الشان. واش غتبقى ديك العباره بيناتنا ديال خاوه خاوه؟ الى بغيتوا تعرفوا اشنو قالوا اجيو معايا. خويا بعد الرفض النظام العسكري الجزائري يعني دخول طائره الخطوط الملكيه المغربيه الاراضي ديالهم وحرمان هاد الشباب اقل من 23 سنه في المشاركه يعني في الشان، واش غتبقى بيناتنا ديك العباره ديال خاوه خاوه؟ ما كيبانش لي غتبقى شي عباره ديال خاوه خاوه، لان دخلوا دابا النظام العسكري دخل الرياضه، دخل السياسه في الرياضه، وبالعكس الرياضه راه هي واحد ما عرفتش من دوله اللي كانت الرياضه كانوا دول افريقيه كانوا مخاصمين، والرياضه صالحت بيناتهم، الرياضه صالحت بيناتهم، ما عقلتش على الدول الافريقيه اللي كانت الرياضه هي سبات الصلح اللي وقع الصلح بيناتهم. يعني الجزائر ما كنفهمش انا هذا النظام العسكري، ما كنفهمش يحرم هاد الدراري اقل من 23 سنه يحرمهم من موقف رجولي، لان الا مشينا لتونس غنخلطوا غادي نخلصوا الخطوط التونسيه وغادي 10 سوايع ديال الطريق، ماشي بحال الا مشيتي للقسنطينه ساعه ونص ولا ساعه جوج سوايع، فهمتي؟ يعني هذا الخطا ديال النظام العسكري الجزائري ماشي ديالنا حنايا، فهمتي؟ وهذا الشيء كما قال القجع مؤسف، هذه المسائل مؤسفه، مؤسف لان دخلوا الرياضه في السياسه ما خصهاش تكون. تيبغوا يصيفطونا غير المستهلكات من تمايا باش يخربوا لنا البلاد ويخربوا لنا الشعب ديالنا. كون كنا فاتحين دابا الحدود بيناتنا بيناتهم وراه شي تقتل شي هنا خويا، وهذا هو الهدف ديالي. يعني من بعد هذا الشيء واش باقا ديك العباره ديال خاوه خاوه غتكون بيناتنا؟ لا ما كايناش والو، ما كايناش الخاوه. اي تيقولوا هكاك بالعين، اي حاجه على الكره وخسروا الجزائريين صافي، ومنين ما بقاو ما يقولوا تيقول لك حنا المغاربه خاوه خاوه خاوه، تيبردوا على قلبهم. ما يكون كانت الخاوه كون راح يدونا المستهلكين كما يصيفطونا المستهلكات لهنايا للبلاد، وما يحرموش هاد الشباب من هاد الشباب، وما يحرموش هاد الشباب. ايوا النظام العسكري الجزائري اخويا اش غادي نقول لك؟ كون كان داكشي عندهم منظم كرة هما منظمين، ما منظمين جوا، ما منظم حتى حاجه، ما منظم عندهم بكل التواضع. الله يخلي لنا محمد السادس امين، والله يخلي لنا المغرب ديالنا امين. مع السياسه هذوك الناس لا علاقه بخاوه خاوه لا علاقه بالجوار، هذوك الناس، هذوك الناس عندهم عقليه ديال فرنسا. هادشي اللي كيديروا راه حشومه صاحبي، هذا راه كره القدم، راه ماشي محارب، اش كدخلنا كره مع السياسه؟ شي راه ما كاينش هادشي كاع، شي ما عمرنا ما شفت شي بلاد. انت كنشوف هذوك الناس اخويا الله يهديهم، تزاين جمعوا راسكم معنا، راه كره هذا، ماشي محاربه ولا دخلنا كره مع السياسه. لا واش الطياره ديالنا تدخل تما ويديروا داكشي اللي بغاهم يطبقوا علينا؟ لا اخويا، الدرابو ديال البلاد ما كيطيحش، حنا الدرابو ديالنا ما يطيحش اخويا. شوفوا مع القجع شنو داروا معاه، لازم معاه كيطان هادي، شوفوا مع القجع حرفوا لكم اصاحبي، اصاحبي ترجلوا معنا، راه كره هذا، راه ما حرب ما والو، دخلوا معنا الحرب ما تقدوا على والو اصاحبي. شوف كنعطيكم شوف 12 ساعه ما تبقى والو شما، يعني واش تبقى ديك خاوه خاوه بيناتنا؟ ما كاين لا خاوه خاوه ما والو، هذيك النفاق اخويا ما كيحملوناش من الاخر. كنا فرحانين بزاف نمشي نتفرجوا في هذا الشان نشجعوا المنتخب الوطني، ولكن اخويا ما بقات لا خاوه لا والو، ولاو دابا عداوه. نعلي الجزائر هما اللي خرجوا علينا اخويا، دخلوا لنا الفاني، دخلوا لنا الغبره، كاع الشباب ديال المغرب خرجوا عليهم. هذيك خاوه خاوه اخوانا محايده من دماغي، فهمتي؟ نعلي انا كنعرف غير المغرب، ما كنعرف حتى شي دوله اخرى، ونتمنى من الميساج يوصل ما بقاش هذيك خاوه خاوه بيناتهم. والصراحه فهمتي حنا دايروا لنا ما عرفتش علاش دايروا لنا هاد المصيبه هادي، نعلي كنا معولين باش نمشيو نتشرف المنتخب الوطني في هاد الشان ونشجعوهم، والصراحه دابا ما بقات لا خاوه لا والو، فهمتي؟ المهم هما خافوا المغرب اللي مشي تما يجيب الكوب، هذاك الشيء علاش داروا بحال منك رفضونا، ولكن الحمد لله حنا غنجيبوا ان شاء الله وتعاقد في المنتخب الوطني. الجزائر نجيبوا من دوله اخرى ان شاء الله، من اي دوله. المهم حنا الرساله اللي بغينا نوصلوا ما كاين لا خاوه لا والو بالنسبه